التلفزيون العربي. أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل، كما دوت في عرب العرامشة بالجليل الغربي خشية سقوط صواريخ من الجانب اللبناني. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة في إصبع الجليل. في لبنان قالت مراسلة العربي إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة العديسة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. التلفزيون العربي.